ومعانا دلوقتي بروفيسور عماد فريخة، استاذ في جراحه القلب وانسداد الشرايين مستشفى صفاقس من تونس. ازاي حضرتك يا دكتور؟ يعيشك، مرحبا بك. من وجهه نظر حضرتك، حضرتك شايف مؤتمر ايماك السنه دي ازاي؟ والله مؤتمر من نوع الرفيع من ناحية العلمية، مستوى عالي، وتشرفت بالحضور. المحاضرات اللي تقدمت لحد الآن محاضرات من مستوى نقوله انترناشونال. اوكي تمام. ايه رأي حضرتك في التعاون الدولي والخبرات الدولية اللي موجودة في المؤتمر السنة دي، وحيك شايف ازاي انها هتفيد المؤتمر؟ والله التعاون خاصة بين البلدان العربية حاجة هامة ياسر، على خاطر الأمراض واللي نعالجوها هي تتقارب بين البلدان نتاعنا، والتبادل الخبرات هي حاجة مهمة باش يتطور بطبيعة الحال الجراحة، جراحة القلب والشرايين في البلدان نتاعنا. اوكي، ايه الجديد اللي حضرتك هتقدمه السنه دي في مؤتمر ايماك؟ والله احنا فما حصه تسمى فرانش سيشن، حصه فرنسيه اللي مش نكونوا فيها متواجدين تونس من الجزائر وبلدان اخرى، وانا مش نقدم التجربه نتاعنا في امراض الابهر اللي ناتجه عن مرض الباجت، مرضي الباسات. اوكي، ميرسي جدا لحضرتك يا دكتور، شكرا. وبجد تشرفنا النهارده. شكرا.